تتدخل المحكمة الجنائية الدولية وليس في نصف الأجرة كما حدث الآن وفي نهاية المطاف. وكما تعرفون نحن نعتقد أنه يجب أن يكون ثمة إرساء لدولة فلسطينية مستقلة ومن شأنها أن تنضم إلى النظام روما الأساسي وتصبح دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية كما يحق لكل دولة. ولكن كلا، ولكن ليس ذلك حتى الآن لإسرائيل تحقيقاتها الخاصة، وثمة أيضا آليات للمحاسبة وإجراءات مستمرة لترى امتثال إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي. إذا ثمة مجال للنظر في هذه الأسئلة، ولكنها بالأساس ليست دور للمحكمة الجنائية الدولية. ولدينا شكوى اختصاص هنا، ولا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص حيال ذلك، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة مع المدعي العام، ولكن أيضا التحقيق القصير الذي جرى، وهذا الطلب من دون أن يرى مآل التحقيق الإسرائيلي ومن دون أن يجري رحلته إلى إسرائيل كما كان من المخطط له. لذلك الأمر لا يتعلق فقط بالاختصاص. إذا لنركز على الاختصاص. من لديه الاختصاص؟ حكومة إسرائيل لديها الاختصاص على الأراضي، على غزة لديها اختصاص في النظر إلى إذن إن الفلسطينيين الذين لدينا اختصاص، ونحن نستعمل معدتنا مع معدتنا العسكرية التي نستعمل. كيف لكم اختصاص؟ هذا ليس اختصاص، هذا ليس إجراء جنائي، ولكنه متعلق بالتصميم الذي نقوم فيه في سياساتنا الخارجية على المدى الطويل. أنت محق، لست أريد التحدث عن الاختصاص الجنائي. كما قلنا إن لفلسطين الحق في أن تكون دولة مستقلة وأن يكون لها هذا الاختصاص، ولكن هذا ليس ما بلغناه بعد إليك. ماذا عن الأسس، أسس رفض الولايات المتحدة لاختصاص هذه المحكمة؟ هل الولايات المتحدة قادرة على معارضة أساس الطلب؟ إن المدعي العام يقول إن الأدلة المجموعة تقول إن إسرائيل حرمت أساسيات القيد، البقاء على قيد الحياة الفلسطينيين ومنها المياه والغذاء. هل لديكم معارضة لهذه الأسس؟ ليس لدي، لن أدخل في تفاصيل الطلب في المحكمة الجنائية الدولية. سيستطيع المعنيون معارضة ذلك، ولكن فيما يتعلق بتأمين المساعدات الإنسانية قمنا بتقرير حيث أننا رأينا إسرائيل لم تتخذ كل التدابير التي طلبناها، ولكننا رأينا تحسنا وفي لا سيما في إدخال المساعدات الإنسانية. ولكن لا أفهم، لست في المحكمة حاليا. حينما أخذت جنوب أفريقيا القضية إلى المحكمة، محكمة العدل الدولية، قلتم إنها بلا أسس. أما الآن هل تعتقدون أن هذا الطلب ليس لديه أسس؟ نعتقد أنه بلا أساس ولم يكن يجب طلبه. سوف يكون لنا الوقت للنظر فيها ولندرسها، وربما أن تكون لنا رد أكثر دقة، ولكن لا يجب أن نبلغ ما بلغناه اليوم، لأن الإجراء في النظر في بعض هذه المسائل كان يجب أن يترك. وحينما ننظر إلى أن المدعي العام كان المقرر أن يذهب إلى إسرائيل وتقمه كان من المفترض أن يذهب اليوم، نفهم لماذا، أو من الصعب أن نفهم لماذا أرجأ هذه الرحلة وخرج إلى التلفزيون وتحدث عن إعلانه حول هذا الطلب. لقد أشرت، هذا أمر غريب للمدعين العامين أن يقوموا بطلب كهذا على التلفزيون وليس عبر طلب على الورق أو طلب رسمي. نعم، الجزء الذي عانيته هو ما تلا سؤال. ليس إذا من غير المسموح أن يقول ذلك عبر التلفزيون، ولكن أن لا يعلنه عبر التلفزيون.
كنت سأقول إن الإجراء بحد ذاته يدعو إلى التساؤل في الأسس القانونية. وقلت حيال أن إسرائيل قد فتحت تحقيقا، ما هي المهلة الزمنية لإنهاء هذه التحقيقات؟ لقد كنا واضحين لإسرائيل أن هذه التحقيقات يجب أن تجري بسرعة وأن تصل إلى خواتمها بأسرع وقت ممكن، لنتحدث عن محادثاتنا الداخلية ولا بالنيابة عن الحكومة الإسرائيلية، ولكن من الصعب دائما أن نضع مهلة زمنية لأي تحقيق، لا سيما تحقيق جنائي، ولا أستطيع القيام بذلك بالنيابة عنهم، ولكن توقعاتنا بالنيابة عن الولايات المتحدة أنه يجب أن يمضوا وينهوا بأسرع وقت ممكن، وهذا التوازن الذي يجب أن يرسى يجب أن يكونوا شاملين في تحقيقهم ولكن أيضا سريعين. وحيال مذكرات الاعتقال من قبل المحكمة، أرى أنكم ستعارضونها من حيث الاختصاص، ولكن أيضا تقرون بالمحكمة الجنائية الدولية، أليس كذلك؟ نعم. إذن أن المدعي العام قدم طلب لمذكرة اعتقال وتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، هل هذا يعطي وزارة الخارجية في أفكار ثانية حيال خلاصات التقارير حول الوضع الإنساني؟ نعم، أثرتم مشاغل هناك، ولكن رأيتم ما قالته إسرائيل ذي مصداقية. إذا ما رأينا أدلة جديدة سوف ننظر إليها دائما، وسوف نكون مستعدين لنعيد تقييم الأمور إذا ما وردت أدلة جديدة، ولكننا قمنا بمراجعة شاملة حول هذا التقرير ولم نرى أي من التهم التي تحدث عنها اليوم المدعي. حيال السؤال الثاني، قلت أنه ليس من إعلان حول التدابير التي ستأخذها الولايات المتحدة، ولكن إذا ما كانت، ولكن هل تدرس الولايات المتحدة اتخاذ تدابير ضد المحكمة؟ لم ندرس أي شيء، نحن لا ندرس أي شيء، ولكن هذا إعلان تم القيام به في الصباح من حيث مراجعة الملفات التي قدمها المدعي العام، ليس لدي إعلان حيال الخطوات مقبلة. هل الولايات المتحدة ستقف في طريق إصدار هذه المذكرات الاعتقال لوجستيا؟ هذا السؤال يتخطى صفتي. أنا مسرور بالعودة بإجابة إلى هذا السؤال، ولكن الأمر لا يعود لي. قلت إن الولايات المتحدة تدعم المحكمة كجسم شرعي، ولكن هذا يقود، هل هذا يقود المحكمة بشكل عام؟ كيف نرى هذين الأمرين؟ لا تزال تدعمون تحقيق المحكمة الجنائية الدولية وفي أوكرانيا، ولكن هنا تقولون أن ليس لديها اختصاص، ولكن كيف ذلك لا يؤثر على رؤيتكم للمحكمة؟ إذن المحكمة قامت بعمل مهم في السنوات الماضية لمحاسبة الأشخاص على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونحن دعمناها في هذا العمل، وهذا لم يتغير عبر إعلاننا اليوم، ولكن لدينا مشاغل كبرى حيال المدعي والخطوات التي أخذها. وكما قلت، الأمر لا يتعلق فقط بمسألة الاختصاص، هذا أمر أن ننظر إلى الخلاف حول الاختصاص، وإذا ما اعتقد المدعي أنه لديه الاختصاص، ولكن هذا ما ليس، نعتقد أنه ليس ما لديه، ولكن ثمة أيضا مسألة قانونية، ولكن في نهاية المطاف نرى إلى كيفية إجراء هذا التحقيق، وهذا يولد مشاغل حيال التدابير التي أخذها أي المدعي. لقد ذكرت وقلت أن هذا الطلب ليس لديه أسس، وهل عانيت أن كل الإجراء هو بلا أسس أو طلب مذكرة الاعتقال؟ لن أدخل في نقطة بنقطة من هذا الإجراء، ولكن الإجراء بحد ذاته، المعادلة، معادلة حماس بإسرائيل ديمقراطية مقابل هجوم أو مجموعة إرهابية لديه أو يولد آليات المحاسبة الخاصة به، ولذلك رأينا أن الإجراء المتخذ معيوب جدا. نحن نرى، أو هل تقومون بالتقييم
للأعمال التي قامت بها إسرائيل، ولكن حيال الأدلة التي ذكرت، هل تقولون أنكم على ثقة بالإجراء التي استعملته المحكمة للوصول إلى الأدلة في القضايا الأخرى؟ ليس لدي معلومات حيال الأدلة التي استعملت للوصول إلى هذه القضية، بل على العكس لا أعرف من أين جلبوا معلوماتهم، وكما قلت أنهم ألغوا زيارتهم إلى إسرائيل، ومع الحكومة الإسرائيلية ليسوا على الأرض في غزة لجمع المعلومات، سواء جمعوا معلومات بطرق أخرى لا أعرف، هذا سنراه مع تقدم القضية. لا تعرف من أين جمعوا معلوماتهم؟ الكثير من مصادرهم مفتوحة. هل عليهم أن يذهبوا إلى إسرائيل للتحقق من الأمر حيال البيانات العامة التي قاموا بها؟ الأمر لا يتعلق فقط بالبيانات العامة، بالكيفية إجراء التحقيق. إذا ما تم إحضار قضية بهذا، يجب أن نذهب إلى الحكومة الإسرائيلية وأن يقولوا لدينا مشاغل حيال. إذن هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. في آخر ما قال أنه لا يعلم من أين جلبوا معلوماتهم، يتحدث عن محكمة الجنايات الدولية المعلومات والحال أن هذه الحرب والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة تبث مباشرة على الهواء. يقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأنه لا توجد دلائل على أن إسرائيل ارتكبت وانتهكت القانون الدولي، ويقول أيضا بأنه لا يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الاختصاص في ذلك. وقال أن خان لم ينتظر، كريم خان المدعي العام لم ينتظر التحقيق الداخلي الإسرائيلي ولم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي، وقال بأن المحكمة سارعت إلى الإعلان عن هذا الطلب عبر التلفزيون وليس عبر المسارات المعتادة. وتحدث أيضا بأن الولايات المتحدة قادرة، أو سئل عن قدرة الولايات المتحدة على معارضة أساس هذا الطلب الصادر عن المحكمة، تجنب الإجابة عن هذا السؤال، لكنه قال سيكون لنا الوقت الكافي للنظر في هذا الطلب ودراسته، وربما يكون لنا رد على هذا الطلب الذي وجهته المحكمة.